السلام عليكم. تصاعد التوتر في العلاقات بين شريكي الانقلاب ميليشيا الحوثي وحزب المخلوع صالح إلى حد دفع بهما إلى نشر متبادل لفسادهما على رؤوس الأشهاد. يأتي ذلك على خلفية الفشل الكبير لسلطة الأمر الواقع في تأمين مرتبات موظفي الجهاز الإداري، ما عرض عشرات الآلاف منهم لمخاطر العوز المعيشي، مع فقدان الأمل بإمكانية تحقيق حل وشيك لهذه الأزمة المستفحلة وغير المسبوقة. ومع النجاحات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال واقترابهما من العاصمة صنعاء، تفجرت الخلافات بين الشريكين في مؤشر على انفراط عقد التحالف بحثا عن ترتيبات انفرادية للخلاص. فشل عسكري وعجز اقتصادي وانهيار في منسوب الأمل بتحقيق أهداف الاستيلاء على الدولة بالقوة العسكرية، كلها تتوافر لتصنع نهاية ما وصفها أحد السياسيين بالانتفاشة الحوثية التي تأزرت مع غرور القوة لدى المخلوع صالح وأنصاره لتنفيذ انقلاب إجرامي أطاح بإحلام اليمنيين في بناء بلدهم ودولتهم على أسس قوية من الشراكة، وهو الانقلاب الذي قاد البلاد إلى وضع كارثي وحرب مدمرة. نبدأ النقاش أعزائنا المشاهدين، ولكن بعد أن نشاهد بمعيتكم هذا التقرير. بلغ الحال حدا من الضيق المعيشي الذي لا يمكن احتماله. إنه حصاد عامين وأكثر من عبث الميليشيا الانقلابية بمقدرات الدولة، من نهب الأسلحة إلى نهب المناصب إلى نهب الأموال، وأخيرا بيع أصول الدولة، سلسلة من الجرائم التي تسببت في ترد غير مسبوق لمعيشة اليمنيين ومست كرامتهم. يكابد موظفو الدولة الحياة بيأس شديد، يفقدون معه الأمل في الغد الذي يعد به الانقلابيون بعد أن حرموا حتى من المرتبات محدودة القيمة والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها. على خلفية هذا الفشل الكبير لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، ها هما طرفا الانقلاب يحاول كل منهما إلقاء عبء الفشل وأسبابه على الآخر. حشد الحوثيون وأبواقهم أرقام الفساد المالي الفلكية المرتبطة بعهد المخلوع صالح في محاولة لتخفيف النقمة المتنامية ضد سلطتهم. أرقام كهذه تكشف عن جانب مهم من فساد صالح وحزبه، لكنها لا تستطيع أن تغطي على جرائم الميليشيا التي أطاحت بالدولة والاقتصاد وهددت حق الإنسان في الحياة من خلال الحرب التي أعلنتها الميليشيا على اليمنيين بإسناد من المخلوع صالح نفسه. أي أدلة أكثر وضوحا من هذه التي ينشرها الإنقلابيون ضد بعضهم، مؤكدين حقيقة واحدة هي أن اليمن ارتهن لأكثر من عامين بيد عصابة من الأشرار أتقنت الموت والخراب، وآن لليمنيين أن يتخلصوا منها ويستعيدوا دولتهم على قاعدة الانتماء لليمن الاتحادي الكبير. أجدد الترحيب بكم مشاهدي الكرام، وأرحب أيضا بضيفي الذي ينضم إلينا عبر السكايب من السويد، الأستاذ نبيل البيضاني، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور وشكرا للإضافة أخي كريم. أستاذ نبيل، إذا ما بدأنا بقراءة اللحظة الراهنة، المازق المعيشي الذي يعيشه اليمنيون ووضع فيه الشعب، أين تبرز نقاط الفشل على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى السياسي لتحالف الانقلاب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الموضوع برمته كان لم يكن جديا لدى الحوثيين، لم يعتقدوا يوما أنهم سيصلوا إلى صنعاء، لم يعتقدوا يوما أو يصدقوا أنفسهم أنهم يستطيعوا أن يسقطوا المعسكرات، لم يستطيعوا أن يصدقوا أنفسهم أنهم يستطيعوا أن يدخلوا في تفاوض وتحاكم مع المجتمع الدولي والوصول إلى الحديث في الفضائيات والوصول للحديث والاستيلاء على الحكم. هذه المفاجأة التي جعلت أطفال صغار من داخل الكهوف يتحدثوا بشكل عام ويصبحوا في القيادة بلد بكبر اليمن 27 مليون مواطن، يعني ومساحة تقريبا أكثر من 2000 وقليل كيلومتر، هذه كلها لم تجعلهم يصدقوا مطلقا أن هذه الجائزة وصلت إليهم. لذلك كنا دائما ما نقول بأنه كل ما نراه الآن أنها لحظة، كما قيل حتى كثيرا، أن هذه اللحظات هي لحظات مراهقة قد تنتهي، لكن المراهقة قد طالت إلى سنتين،
ولم يصل أحد إلى حل، ولم يستطع حتى الحوثيين أن يوصلوا البلاد إلى حل. هذا شيء طبيعي الذي كان يقرأ ويعرف تماما، لا مفكرين استراتيجيين، لا مفكرين، لا يوجد لديهم اقتصاديين، لا يوجد لديهم كفاءات، مجموعة من العدم أو مجموعة دعونا من دعونا نقول عنهم ليسوا كفاءات أو مجموعة بدون حتى نظرة حقيقية للحياة، تصلبوا ووجدوا أنفسهم فجأة فوق هرم الدولة. المشكلة هنا أنه مهما فعلنا لن نستطيع مطلقا أن نوصف هذه الحالة سوى أنها كأنك تعطي طفل صغير مفتاح عربة كبيرة، تمام، تجر وتبدأ العربة تدخل في سوق وتدخل بين الناس. هذه هي الحالة الحوثية إذا أردنا توصيفها. في الاتجاه الآخر كانت هناك محاولة تذاكي وتحذلق من المؤتمر الشعبي العام وقياداته. كان يعتقد المؤتمر الشعبي العام أنه يستطيع أن يضر بالخصوم وخصوصا شباب الثورة والأحزاب المشترك، ولكنه أسقط البلد كلها وأعطاها لمجموعة أطفال يبدأوا يتقاسموها. هذا المشهد ككله، المشهد العبثي الذي وصلنا إليه، نتيجة حقيقة نتيجة المراهقات السياسية. ما نلاحظه الآن من فساد مالي وإداري، ما نلاحظه حتى من فساد أخلاقي وفساد قيمي للحياة عموما، ليس فقط الحياة السياسية ولكن حتى على المستوى القيمي. اليمن كلها تحتضر، يعني المشهد قاتم إن لم يصدق هؤلاء ويعقلوا وينظروا إلى العملية التي أوصلت الآن. ينظروا كمثال لدينا الصومال، الصومال بدأت المراهقة السياسية من أعلى الهرم من الرئاسة، ثم نزلت إلى المستويات الأخرى من الجيش، ثم انتقلت إلى المجتمع عن طريق القبائل، مثل ما يحصل لدينا الآن. وبعد أن كونت جماعات من الترضية وجماعات من المحاباة وجماعات من المنافع، لم يستطع مطلقا الصوماليين أن يخرجوا من هذه الدائرة، لأنه الذي خارج الصومال كانوا يوصل إلى مرحلة أنه مرتاح، هو موجود في أوروبا ولا موجود في بلد، والآخر في الصومال هو مرتاح لأنه جالس يأخذ معونات وهذا، والكل ينتظر من أين يأتي الحل. طيب هذه الحالة التي نراها الآن في اليمن. يعني بالحديث عن الصومال، هناك الكثير ممن كان يحذر اليمنيين من أن يقعوا أو أن تتحول اليمن إلى صومال جديدة. الآن ربما الوضع تفاقم أكثر، ما هي أبرز مظاهر هذا التفاقم بالنسبة للوضع السياسي وكذلك الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الناس في نهاية المطاف ويؤثر عليهم ويهمهم بشكل أكبر؟ بلا نقاش حالة التقييم لا يمكن يعني أن نضعها في ثواني. ما تراه الآن هو انهيار بلد تماما. نحن لدينا، أعطينا نقاطا يعني أستاذ نبيل، يعني على سبيل المثال الآن لا يوجد شيء اسمه دولة، الدولة مقوضة أمنيا، مقوضة على الواقع. على سبيل المثال لدينا الآن في العلاقات في الاقتصاد الوطني كان سلم للحوثيين أكثر من 4.5 أو 5 مليارات في الخزينة، الآن لا يوجد منها شيء. الآن على سبيل المثال الآخر، اليمن أصبحت ليست مسألة فشل دولة، ولكنها أصبحت عشان لكي نعود كما كنا سابقا نحتاج إلى عشرات السنين، الآن لا دولة. هذا الوضع لا يهم مطلقا مجموعة من الأطفال أتوا من جبال، لا يهمهم مطلقا، لكن يهم المسكين هذا الطالب الذي يرحل إلى خارج اليمن لكي يدرس، يهم جدا هذا الذي يأكل لقمة عيشه وينتظر الباخرة أن تأتي ثم يشتري منها القمح، يهم جدا التاجر الذي يذهب إلى الصين ويأتي بتجارة اليمن، يهم جدا الآن الطالب الذي يبحث عن نور ويبحث عن ماء ويبحث عن كهرباء ويبحث حتى عن لقمة عيش. المسألة الآن أعمق. هذه المراهقة الذي فعلها الحوثيين، وأيضا كما نقول التحذق أو الذكاء الذي يتحذلق فيه الآن المؤتمرين، أوصلنا إلى ما نحن إليه. ما هي الحلول؟ إلى اللحظة يريدوا أن يمسكوا السلاح، وإلى اللحظة يريدوا أن يصلوا إلى مرحلة خنق أكثر وأكثر للشعب اليمني. لو تلاحظوا أنه بالمجمل العام لم يتخيل البعض، يعني خصوصا المراهقين من المؤتمرين، لم يدخلوا في مرحلة رهان إلا عندما مسقوا من حلقهم في مسألة الرواتب، لأن نعرف جميعا أنه تقريبا 3/4 السلم الوظيفي أو الهيكل الوظيفي لليمن هي بأيدي المؤتمرية، يعني كانت تؤتى هدايا لأيام الانتخابات وأيضا الجيش والأمن.
الآن نحن هذا التنظيم كاملا حسب الاختناق الآن بأنه لم يستلم فلوس، ويرى في ذات الوقت الأطفال ممن نراهم يعني نعرفهم من الحوثيين يمتلكوا الآن عمائر ويمتلكوا الآن فيلل ويشتروا ويخرجوا ويعودوا، ولا كأن لهم يعني وكأن البلد كلها غنيمة لهم. بدأ الآن الحنق على قطعة الكيك الذي تسمى اليمن، اللي هي نحن كلنا دفعنا قيمتها. الشاهد إن لم يعقل هؤلاء فإنه حتى الكيكة يعني ستنتهي أو ستذوب في أيديهم. مفهوم. طيب ينضم لنا الآن أستاذ نبيل الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية سابقا. مساء الخير معالي الوزير. مرحبا، مساء الخير. أهلا بك معالي الوزير. إذا ما بدأنا بالحديث بداية عن النهب الممنهج للمال العام لممتلكات الدولة من قبل ميليشيات الإنقلاب، هذا الأمر تصاعد بشكل أكبر وبدأ يحدث فجوة ما بين أطراف تحالف الإنقلاب بأنفسهم. كيف تفسر حدوث ذلك وعدم يعني مرور الإنقلاب للمرحلة التالية؟ ما من شك أن النظام القديم كان الفساد جزء من بنيته، وهذه البنية استمرت مع الأسف، ولم يتم في الفترة الانتقالية وقبل الانقلاب من تغيير هذه البنية، بل أن الأجهزة الرقابة المالية والأمنية ظهر خلال هذه الفترة بأنها كانت تستميت من أجل الدفاع عن بنية الفساد لهذا النظام، وبالتالي نحن اليوم في حالة من الاستمرارية لنهب المال العام والخاص في اليمن، ولكنها استمرارية اختلفت فقط من حيث المظهر، أن الحالة ربما تكون الآن حالة أكثر فوضوية، ولم يعد الفساد متحكما فيه بصورة مطلقة كما كان في الفترة الماضية. طيب هذا الأمر هل سيفضي في نهاية المطاف إلى تفجر الأوضاع بشكل أكبر؟ إذا ما كان هذا حدث في وضع وجود الدولة كان ستحدث مظاهرات، سيقوم الناس سيخرجوا، وشاهدنا ذلك على مر سنين طوال في داخل تاريخ اليمن. الآن لا يحدث مثل هذا خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لماذا؟ بطبيعة الحال لم تخرج مظاهرات واسعة ضد الفساد إلا عندما انطلقت ثورة 2011، بينما إمكانية البلد وإمكانية الدولة جرى التصرف فيها خلال عقود من الزمن، ولم تظهر مثل هذه المظاهرات. فحالة طبيعية أن تكون البلاد في حالة حرب، والخشية الناس على أنفسهم أن تجعلهم أكثر حذرا من المواجهة. كانت المواجهة السابقة أيضا محمية في ثورة 11، في ثورة 11 فبراير 2011 كانت محمية أيضا بمنظومة سياسية قائمة دعمت هذه المظاهرات ومكنتها من الاستمرارية وأوجدت لها غطاء سياسي وغطاء مالي وغطاء حتى أيضا قانوني للدفاع عنهم أمام المحاكم وأمام أجهزة الأمن. لكن في الوقت الحاضر المنظومة السياسية غائبة بصورة مطلقة في الصراع الجاري في اليمن، والحاضر هو السلاح، وعندما يحضر السلاح بالتأكيد لفترة من الزمن يجعل الناس يترددون عن الإقدام على أي خطوات قد تعرضهم أو تعرض عوائلهم للمخاطر. لكن هذه حالة بشرية طبيعية، والصراع في اليمن بهذه الصورة لن يستمر إلى ما لا نهاية. والآن نحن اليوم أمام خطر
انهيار الكيان الوطني، وبالتالي منع هذا الانهيار واستعادة الدولة، سوف يحيي معهم استعادة الموقف الوطني للدفاع عن مقدرات البلاد ومقدرات الوطن. طيب معالي الوزير، الآن إذا ما تحدثنا عن يعني خضنا أكثر في التفاصيل خاصة الاستفادة من الجانب القانوني، الآن هناك عمليات يقوم بها أفراد من الانقلاب، يقومون بها بشراء عقارات بالاستفادة من المال العام كما تفيد الأنباء، بشراء أموال وتحويله إلى أموال خاصة بهم. هل هذا الأمر يندرج ضمن عمليات غسيل الأموال تحت أي يعني مفردة أو تحت أي مظلة يندرج؟ التصرف، أولا التصرف بأموال المال أموال العامة والتصرف بمقدرات البلاد محكومة بدستور وقانون، ومن يغتصب هذا المال ويتصرف فيه فعمله من الناحية القانونية معدوما، ولا قيمة قانونية له ولا أثر قانوني له، ومهما استمر هذا أو مضى على هذا التصرف من الزمن، وحكم الاغتصاب للمال لا يؤدي إلى شرعنة أو حق التصرف فيه مهما طالت مدة السيطرة أو الاستيلاء عليه ومدة أيضا التصرف. فكل هذه الأعمال من الناحية القانونية أعمال معدومة قانونا ولا يترتب عليها أثر قانوني، وأعتقد أنه من سيشتري أموال من هذا القبيل هو يعرف سلفا وليس حسين النية حتى يحميها القانون، هو يعرف سلفا ومعروف للجميع بأن هذه أموال الدولة، وسواء تصرف بها أشخاص لا زالوا معينين أو لا زال تعيينهم من السلطة الشرعية أو ليس لهم بالأساس صفة قانونية للتواجد في الوظيفة العامة، فهذه الأعمال جميعها هي أعمال خارجة عن القانون وهي أعمال بنائية بالأصل ولن تكتسب شرعية بأي حال من الأحوال. طيب الآن يعني هذه الأموال المنهوبة التي تقوم ميليشيات الانقلاب بنهبها مرارا وتكرارا، هل بالإمكان أن تندرج ضمن قانون الأموال المنهوبة الذي تم الاشتغال عليه أثناء فترة وجودك كوزير للشؤون القانونية؟ مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة شمل كل الممتلكات وأصول الدولة التي جرى الاستيلاء عليها أو التصرف بها أو يجري الاستيلاء عليها والتصرف بها، وهو مشروع قانون أتى في إطار النظرة العامة للتسامح الذي أتى به قانون العدالة الانتقالية، وبالتالي ترتب على ملاحقة الأموال وليس ملاحقة الأشخاص، وأيضا لا يستثني أي تصرف بأموال الدولة أو الاستيلاء عليها أو الإثراء غير المشروع. هذا المشروع لم يرى النور، وكان السبب الرئيسي أيضا كما هو معروف أن القوى الداعمة للثورة لم تتخذ المواقف الجادة لكي يصدر مثل هذا القانون، ومع ذلك بعد الانتهاء الصراع أو بعد ما بعد الصراع ستكون العدالة الانتقالية ومنها قانون الاسترداد المنهوبة ضرورة اقتصادية وضرورة مجتمعية وضرورة سياسية، وأنا أعتقد أنه هذا القانون الذي كان فيه مسحة واسعة من التسامح ربما في المستقبل يأتي شاملا للعقوبات الجنائية. أشكرك وزير الشؤون القانونية السابق الأستاذ الدكتور محمد المخلافي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى الأستاذ نبيل البيضاني. أستاذ نبيل، تفضل الدكتور محمد قبل قليل بالقول أن التصرف بالأموال المنهوبة العامة هو أو العفو التصرف بالأموال العامة هو مرتبط بالدستور، وأي تصرف بها خارج نطاق هذا الدستور غير يعني غير صالح أساسا. في هذه الحالة ما الذي يستفيد منه الانقلابيون عندما يقومون بنهب الأموال وكذلك عندما يبيعون أصول الدولة وما شابه من الأمور؟
أستاذ نبيل تسمعني؟ يبدو أنه من لدي أنا، أعتذر. المال العام اليمني للأسف من بداية الدولة اليمنية كان ينظر إليه أنه مال منهوب، ولأي مسؤول له حقية التصرف فيه كما يشاء. لم نلاحظ مطلقا أن هنالك جدية حقيقية في محاربة الفساد عبر التاريخ، حقيقة لا أقصد التاريخ القديم ولكن التاريخ الحديث، حتى من دولة حميد الدين إلى ما بعدها الثورة وإلى بعد الوحدة وحتى اللحظة. الملاحظ أيضا أن الفساد المالي والإداري يمارس من قبل كل الجهات. لدينا فصيل، وهذه هي مشكلة المواطن الذي لا يحب الانتماء لكل الفصيلين، لأنه يعتقد أن الفصيلين سواء هادي ومن معه والحوثيين وصالح ومن معه جميعهم مفسدين ماليين، ولا يستطيع مطلقا أن يقبل هذا قيميا. للأسف حتى اللحظة لم نرى مطلقا أي مسؤول يتحدث عن عملية كشف فساد مثلا. حتى اللحظة نسمع ونرى ونشاهد ونأخذ هذه الأخبار، ونعرف أن في الحكومة وفي الانقلاب لديهم مشاكل إدارية ومالية، ولا نتحدث مطلقا حتى في الإعلام. للأسف هذا أعطى للجميع أحقية بأنه يفعل ما يشاء. البعد الآخر وهو الأهم في الموضوع هي عملية المسامحة، حتى أحيانا المسامحة المقننة كما جرى بعد 33 سنة، وقمنا بثورة شبابية ذهبت فيها ورود وطاقات اليمن، يعني ذهبوا قتلى فيها الشهداء. قامت العملية السياسية بكل بساطة بتلميع جهة صالح وإعادته للعملية السياسية من دون، لأنهم كانت هذه هي مشكلتنا القيمية التي نفقدها حقيقة في الساسة. الساسة جميعا ينظروا أنهم إذا اتجهوا إلى ناحية مكافحة الفساد المالي والإداري بأنهم لن يستطيعوا مطلقا قيادة اليمن، وهذا منطق أو منطق غريب. يعني يستطيع الآن أن يخرج قائد من هذه الجموع، من يرفض الفساد، من يرفض أنه يسرق. كنت في أحد الاجتماعات مع أحد في جنيف، مع أحد ليس في اجتماع وإنما في حديث حقيقة مع أحد الموظفين في الرئاسة اليمنية، كنا نتحدث عن بعض الفساد، فقفز لي يقول الفساد شيء عادي هو معروف في بنية النظام اليمني. تخيل إذا كان المسؤول الإداري في بنية الدولة يعتقد بأن الفساد شيء عادي. تخيل أنه المقاتل الآن الذي يحارب في الجبهات عندما يوصله المال مقصوص، تخيل عندما يكون الفقير في جهة ما يرى أحد الحوثيين يغتني، ويرى في الاتجاه الآخر آخر يغتني في جهة أخرى. الشراء للبيوت لم يكن فقط عن الحوثيين، للأسف كان هناك حتى اللحظة يقوم فيه الناس من الحكومة. يعني تخيل حتى اللحظة الحكومة تستفيق، ويبدأ هذه الآن بتحديد طاقم، ويبدأ يقوم بعملية توظيف يسموها الوزراء وتوظيف موظفين داخل الوزارات. يعني هل يعقل بعد هذا الفترة كلها من يتابع الآن الفساد المالي والإداري الذي يحصل الآن ضمن الحكومة؟ لا يوجد. من الذي يتابع الآن؟ نحن الآن لدينا مجتمع أقيم كله على قاعدة حقيقة فساد مالي طيب وإداري. في معرض هذه النقطة هناك من يتحدث عن عمليات التجديد الدماء الآن في حال استمرت الأسماء كما هي. هذه النقطة لن يعني تكون قد عولجت عندما يعني يطلب الكثيرين عملية تجديد في الدماء وتغيير الفكر وما شابه بداخل طريقة إدارة الشرعية، فكيف يمكن التوافق بين هذا الأمر وهذا المتطلب أيضا؟ حقيقة هذا يعني درء الرماد في العيون. يعني كيف تغير الآن أناس وتأتي فيهم وأنت تستغلهم سياسيا؟ كيف أقول لي كيف بالله عليك أنت تأتي بناس أنت تستنفع منهم اقتصاديا؟ يعني الآن الدماء الجديدة التي نراها مثلا الآن في الدولة أو نراها عند الحوثيين، هذه الدماء الجديدة ما هي تنهب الآن، ما تفعله الآن هي عملية نهب، لكن ما نريده الآن هي عملية أخلاقية حقيقية لمحاربة الفساد. فليخرج هادي الآن في هذه اللحظات ويتحدث عن الفساد ويوقفه. لو فعلها الآن الحوثي من داخل جبال مران ووصل إلى صنعاء وتحدث عن الفساد لتف عليها اليمن كلها، هذه هي المشكلة التي نعانيها. حتى اللحظة بعض الناس تسترزق من هذه الحرب، حتى اللحظة نسمع أن هناك استغلال لهذه الحرب. كيف يمكن أن تصل إلى مرحلة عمل صحيح وأنت تفسد؟ لا يوجد يا أخي، لا مستحيل أن تقوم بعملية بناء وطن وأنت متأسف لهذه التسمية وأنت تستغل وأنت تسترزق وأنت تنافق وتخادع.
هذه العملية الأخلاقية في السياسة مهمة جدا، ويجب أن نتابع كل السياسيين. ليس من حق أي شخص أن يغتني فجأة، فيجب أن نتابع أموالهم ونتابع حساباتهم البنكية ويكشفوها للناس. هذا حق من حقوقي أني أسأل عن أي مسؤول يمني كم يمتلك وكم دخله وكم يدفع من الضرائب ومن أين هذا الدخل. المشكلة الأبعد الآن أن اليمن كلها تمزقت في بعد استخباراتي حديث في المنطقة. الاستخبارات كلها في المنطقة الآن تعمل في اليمن، سواء من الأمريكان إلى الإيرانيين والسعوديين والقطريين والجميع والإماراتيين. نحن الآن هذا الاستخبارات الذي تعمل في اليمن بملفات غريبة لا يمكن مطلقا أن تتخرج من يعني أن تقوم بعملية تصحيح الوضع ما لم يكن هنالك تنزه حقيقي مالي. من أين لهم هذه الأموال التي يسافروا فيها؟ من أين لهم هذه الأموال التي يأكلوها ويشربوا فيها؟ من أين لهم الأموال التي يشتروا فيها؟ هذه ليست قوانين فقط ولكن حملات وعبارة عن مجموعات تستطيع أن تضغط على السياسيين وتحولهم إلى الطريق الصحيح. طيب دعنا نكمل الحوار أستاذ نبيل، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدين يبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى أستاذ نبيل البيضاني رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. أستاذ نبيل، في وسط كل ما يجري في اليمن الآن هناك من يتحدث عن أن الوضع السياسي الاقتصادي المتفاقم بداخل المحافظات التي لا زالت تقبع تحت سيطرة الإنقلابيين يقوم بإحداث شرخ في التحالف الذي هو موجود ما بين الإنقلابيين، سواء ما بين الحوثيين والمؤتمر يعني أعضاء المؤتمر الشعبي العام الموالين للمخلوص صالح. هذا الأمر له العديد من الشواهد، هل برأيك أن ذلك سيؤثر أكثر على العلاقة بينهما والتحالف الموجود بينهما؟ المسألة مسألة وقت فقط. أنا لا أعتقد بأن هنالك التحام حقيقي على مستوى المبادئ وعلى مستوى حتى التنظيمين، لكنها هي المسألة مسألة وقت. ما يراه الآن الحوثيين أن هنالك ضعف في البنية التنظيمية لعلي عبد الله صالح، سواء من ناحية استطاعوا أن يدخلوا إلى بعض مفاصل الجيش، استطاعوا أن يصلوا إلى مفاصل حرس الجمهوري، استطاعوا أن يصلوا إلى بعض مفاصل الاستخبارات، واستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى قرب علي عبد الله صالح بشكل كبير جدا. علي عبد الله صالح أيضا مع مجموعة المستغلين للدماء اليمنيين المتعطشين في فئة المؤتمر الشعبي العام عنده قام أيضا بنفس المستوى، يظن بأنه تذاكن وتحابق وكان يخسر كل يوم. ما نراه الآن هو طبيعة النهم الحوثي للبنية الوطن، فاستطاعوا أن يصلوا إلى كل شيء، فلم يبقى لديهم إلا علي عبد الله صالح. أنا أعتقد أن الأنباء التي تقول وكانت هذه وشواهد واضحة بأن هنالك فعلا انقضاض حوثي على علي عبد الله صالح. أنا أريد أن أسجل موقف هنا وموقف حقيقي جدا. مهما وصلنا في تضاد مع استغلالية المؤتمر الشعبي العام كبنية، إلا أننا مطلقا لن نكون مطلقا مع الحوثيين هؤلاء المجرمين المتعطشين للدماء ضد المؤتمرين. نحن حقيقة رغم هذا هنالك قانون يجب أن ينفذ، وأن كوادر المؤتمر حتى التي تعمل مع علي عبد الله صالح هي كوادر الوطن، رغم أنها أخطأت، رغم أنها يعني سلمت هذا الوطن للحوثيين، إلا أنه لا يجب مطلقا أن نكون بعيدين عن هذه المعركة. يجب، أنا أعتقد هكذا، هذا يمكن خياري، أنا أعتقد أنه يجب أن نوقف جميعا هؤلاء الحوثيين على الاستمرار، وأن نحافظ قدر المستطاع في هذه اللحظة إلى عدم وجود هذا الصراع، لأن هذا الصراع إن بدأ لن نستطيع مطلقا أن نوقفه، لأن البنية الدولة هذه المتراخية التي بقيت ستبدأ عملية منفعة، ولا أعتقد أنه سيعود بالخير على الناسخ في صنعاء خصوصا. لذلك أنا أتمنى حقيقة أن يصلوا إلى مرحلة، لا نقول سلام وإنما اتفاق محدد، خصوصا أيضا يصل إلى الدولة ويوقف هذا. طيب، هذه المراهقة التي نشاهدها الآن في العمل يعني السياسي. هل أفهم من حديثي قبل قليل على أن بالأخير التعامل مع حزب سياسي هو يمكن التعامل معه بشكل أكبر من التعامل مع ميليشيات مسلحة خارجة عن نطاق الدولة، عن نطاق القانون، عن أي التزام بهذه الأمور؟ بلا نقاش، يعني المؤتمرين ولو فعلوا ما فعلوا في الأخير حزب سياسي تستطيع طيب أن تمسكهم من جهة. حتى لو كانوا أستاذ نبيل كما يقول كثيرين استخدموا الحوثيين كأداة للانتقام من ثورة 11 من فبراير ومن الدولة اليمنية في نهاية المطاف،
لا يبرر مطلقا أني أنا أريد أن أستخدم أيضا الحوثيين لنفيهم، أنا أريد أن أحاكمهم، أن أعيدهم إلى صوابهم، لكن لا يطلق مطلقا أن أنفيهم أو أقضي عليهم. الحوثيين جماعة مقاتلة، جماعة استغلالية، جماعة فاشية دموية، لا تفكر مطلقا لا في السياسة ولا اقتصاد، تبحث عن الانتفاع بشكل عام ولن تبني دولة. لدينا في الاتجاه، أنا هنا لا أدعم المؤتمر مطلقا، لكنه أفضل الضررين، فإننا نكون قليلا مع المؤتمر ويشدوا حيلهم إن شاء الله. طيب برأيك أستاذ نبيل، في هذا الوقت وفي هذه المرحلة من المعركة، معركة الشرعية ضد الانقلاب، بغض النظر عن فكرة أو وجود فساد في أي منهما على الصعيد الاقتصادي، نتحدث الآن عن أهمية كشف هذه المظاهر، مظاهر السوء الإدارة الاقتصادية، مظاهر الفساد بمختلفه، تعرية الانقلابيين وكذلك لتوجيه الرأي العام. ما أي إلى أي مدى تبرز هذه يعني هذه الظاهرة أو أهمية هذه الظاهرة؟ يجب أن يكون مستوى مجتمعي أخلاقي، يعني فيجب أن نطالب مجتمعيا من يحكم من كل الاتجاهات أن يفند لنا ما هو موقفه المالي وما هو موقفه الأخلاقي ناحية القضايا. لا يمكن مطلقا أن أقبل الآن من يجلس من أدخل الحوثيين إلى صنعاء أن أقبله مستقبلا أن يقود اليمن. صحيح في هذه المرحلة أنا أوافق تماما أن هنالك شرعية متمكن منها في مكان معين، وإذا سقطت هذه الشرعية ذهبت البلاد بما فيها، لكن لا أحد يكلمني مستقبلا أن هؤلاء هذه الشرعية التي أدخلت الحوثيين أن أقبلها، ولا أحد يتصور مطلقا أن أقبل علي عبد الله صالح ومجموعة المؤتمرين الذي معك شركاء. كل ما نريده اللحظة أننا نحاول قدر المستطاع إيقاف الفساد المالي والاستغلال السياسي والمنفعة الاقتصادية المتباينة، يعني ونوجد شيء من القيمية والأخلاقية المجتمعية. لو طالبنا جميعا بإيقاف هذه المنفعية، بإيقاف الازدواجية، بإيقاف الصمت من ناحية الحقوق والحريات للناس، صدقني مطلقا، لأنه ستطالب أي شخص أن يوضح موقفه. ما هو موقفك الآن من قتل الأبرياء؟ ما هو موقفك الآن من سرقة أموال الناس؟ ما هو موقفك الآن ضد عملية سياسية تقام فيها في البلد؟ يعني هذا الذي الآن يتسم بالحياد أو يضع نفسه في موقف المحايد ورى الناس يقتلوا أو يرى الدولة تسقط ولا يريد أن يشكل موقف ويطالبنا مستقبلا بأنه يكون جزء من النظام، مستحيل. نرى بحح الآن يمر في كل الدول الأوروبية يتحدث فيها عن وفاق وسلام، وكلها شعارات تسويقية له كشخص. نرى الآن مجموعة من الناشطين السياسيين يذهبوا إلى كل البلدان يلبسوا وجه الشرعية عندما يكونوا مع الشرعيين، ويلبسوا وجه الانقلاب عندما يكونوا مع الانقلابيين. نحن نريد أناس لديهم قيم أخلاقية، تمام؟ هذه القيم الأخلاقية هي أصل العملية السياسية في كل الدنيا. أنا لا أتحدث كلام هنا كلام يعني دعونا نقول إنهم من الخارج أو من كوكب آخر، لا. السياسة في كل العالم تعتمد على الأخلاق. أي شخص يكذب مرة واحدة سيكذب عليك كل مرة، أي شخص سيسرق مرة واحدة سيسرق منك كل مرة. طيب ينضم إلينا الآن أستاذ نبيل الخبير بالقانون الدولي من الرياض، الأستاذ علي هزازي. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور والعافية، حياكم الله وكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بكم أستاذ علي. نهب المال العام، كذلك عرض أصول الدولة للبيع، هذه الممارسات وغيرها تحت أي بند تندرج من وجهة نظر قانونية؟ قبل أن تكون من وجهة نظر قانونية، هي من وجهة نظر أخلاقية، هي اعتداء على حقوق الأجيال القادمة، كون هذا المال العام أو هذه الأصول العامة التي هي ملك الشعب كله بما فيه من يعيش الآن على أو من سيأتي بعدهم من الأجيال القادمة، هذا حق لهم، لا يجوز الاعتداء عليه أو نهبه أو بيعه أو تسخيره لجماعة أو لحزب أو لطائفة أو لأي شكل من الأشكال. نحن الآن أمام شكل غير قانوني، جماعة غير قانونية، انقلاب يمثله الحوثي وصالح، هم الآن أيضا يرتكبوا العديد من الجرائم، ومنها جرائم التي ذكرت، ومنها أيضا جرائم نهب الأموال العامة أو التصرف بالأموال العامة أو تمليكها بوسائل غير مشروعة أو الافتهات على القانون أو غير ذلك من الوسائل الكثيرة. لكن لو جينا من الناحية القانونية سنجد أن القانون كفل حماية قانونية أيضا وقضائية للمال العام، قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 39،
عام 1992، أيضا قانون الجرائم والعقوبات رقم 12994 تجد الآلية في الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي وتخريب المال القومي، يعتبر مال قومي هذا الذي يتم الاعتداء عليه ومصادرته أو نهبه بشكل من الأشكال. طيب، أو تحويله إلى الآن هناك أستاذ علي في هذه الجماعة هناك تعطيل الآن للأجهزة الرقابية التي تحدثت عنها، إذن كيف يمكن يعني تفعيل أو إجراءات أو عمل إجراءات قانونية ضد الميليشيات الإنقلابية في نهاية المطاف وهي لا تعترف أساساً نحن الآن بموضوع نحن الآن لا نستطيع أن نعمل إلا خطوات محددة أنا سأذكرها هنا، لكن قبل ذلك أيضاً أقدم عليه النائب العام بمسألة النيابة المختصة لنيابة الأموال العامة، ولعلكم تطرقتم إليها أنا لم أتابعكم، لكن بالضرورة ستتطرقون إلى هذه القضية كونها لصيقة بموضوع حلقتكم، وهو أيضا عمل غير قانوني أقدم عليه ما يسمى بالنائب العام والذي ليس له من هذه التسمية أي نصيب. هذه الجماعة نحن يجب على أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة أنها تقوم بعملية رصد لهذه الممتلكات العامة للدولة، ثم توضح التصرف الذي وقع على هذه الممتلكات حتى تأتي اللحظة المناسبة بعد الرصد ليتم مقاضاة من قام بالاعتداء على الأموال العامة. طيب الآن فيما يتعلق بالأموال المنهوبة، هناك لجنة عقوبات دولية تم تشكيلها، هي حددت أن هؤلاء مشمولون تحت هذه العقوبات، لكن لم يتم تفعيل ربما عمل ملاحقة لهذه الأموال وإعادتها للدولة أو الحكومة اليمنية، وهناك من يتحدث الآن على أن الأموال هذه النقطة التي أشرت نعم وهناك من يتحدث على أن الأموال هذه هي التي تمول الانقلاب الآن. طيب كيف يمكن استمرار في حدوث ذلك تحت مراقبة المجتمع الدولي؟ كانت قد قطعت شوط كبير لجنة العقوبات، لكن هناك أيضا انحسار في عملها وعمل كثير من الأجهزة في الجانب تحت أي مبرر أستاذ علي؟ تحت أي مبرر تم هذا الانحسار؟ لا الملاحظ أو المشاهد أنه يجد أنه انحسار أيضا حتى في لجنة العقوبات الدولية التي كانت بدأت نشاطها بقوة وحاولت أنها تحصر فيما يخص الممتلكات العامة أو فيما يخص المال العام المنهوب، وكانت لديها قائمة بهذه الأموال. هناك تراجع خبيث، لكن يمكن أيضا من خلال حلقاتكم من خلال حلقات أخرى من خلال تكريس أو تسليط الضوء على مثل هذه القضايا نعيدها إلى الواجهة من جديد. وكما قلت لك نحن في مرحلة نحتاج إلى الرصد والتوثيق من تلك الانتهاكات حتى تأتي اللحظة المناسبة ليتم عرضها سواء أمام القضاء الوطني أو أمام القضاء الدولي. أشكرك الخبير بالقانون الدولي من الرياض الأستاذ علي الهزازي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. عودي للأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، تقريبا قبل يومين تحدث السفير الأمريكي على أن هناك استمرار للعقوبات ويعني يتوقع عقوبات جديدة على علي عبد الله صالح وسيجري تفعيل هذه العقوبات، ما الذي تنتظره الأطراف الدولية وأطراف الأمم المتحدة يعني كمنظمة لوضع حد لاستمرار تمويل علي عبد الله صالح لهذه الحرب، استمرار تمويل الانقلابيين لهذه الحرب ايضا؟ بصراحه وبلا سياسه لا اصدق السفير الامريكي، هذا الكلام غير صحيح ولا نجده مطلقا. نجد الان ابن المخلوع بامواله موجود في الامارات وفي اماره دبي، موجود في ابو ظبي، موجود باملاكه هناك، هنالك اموال كانت تخرج من الامارات وتعود، هنالك اموال للمخلوع وعوائل وطائرات تمر وتذهب إلى الآن إلى عمان، هنالك مرور للأموال الآن في كل مكان، لا نرى مطلقا أي تحرك. هل نحن نتابع الآن، هل سمع أحد بملاحقة أو مصادرة أو حتى التحرز أو حتى الإيقاف أي شيء لعلي عبد الله صالح؟ ربما هناك طيب سمعنا هل طلبت من الحكومة اليمنية ولا مؤاخذة هنالك من أوقف الحساب يعني محل الصرافة داخل حضرموت لأنه كان يعطي للناس فلوس، ولم نجد مطلقا من يوقف الآن أحمد علي وهو في حالة بذخ
شديد وطارق وتوفيق وكل هؤلاء موجودين الآن في أوروبا، موجودين في لبنان، ولا يستطيع مطلقا أحد إيقافهم. هذا لا كلام غير صحيح، استخدام سياسي لا أصدقه، ولن أصدقه إلا عندما نرى حقيقة. جميعنا كسياسيين كحقوقيين كإعلاميين نرى شيء على الواقع. أما أنه هذا الكلام صحيح، الأمريكان يتحدثوا كثيرا ولا يقوموا بشيء. طيب، هذا الأمر يتم بمجرى ومسمع من الرأي العام المحلي، من مسمع ومرأة النخب الثقافية اليمنية، وكذلك على مسمع ومرأة من الحكومة الشرعية بين ضفرين. كيف يتم ذلك؟ الحكومة الشرعية حتى اللحظة لا تعرف وجهتها، لا يوجد هنالك حقيقة الآن تتبع من الحكومة الشرعية لهذا الملف. يعني الدولية الآن أسماء ناس يتابعوا علي عبد الله صالح في كل الدنيا لتحقيقها، السفارات الآن كلها هي تابعة لعلي عبد الله صالح. والله لو قامت الحكومة هذه بوزارة الخارجية، ومع احترامي وتقديري للوزير الجديد الشخصية المعتبرة، لو قام فقط بمتابعة هؤلاء عصابة صالح المتواجدة الآن في الخارج، وقام لا نقول الآن بالقبض عليهم، وإنما فقط باستجوابهم أو حتى بإغراءهم ليعترفوا بما لعلي عبد الله صالح من أموال، والله لاكتشفنا أشياء كثيرة. لكن حتى اللحظة نحن نتعامل بلا مقدرة في الحكومة، وأنا أعتقد بأن هنالك مشكلة في كفاءة وبنية، أو دعونا نقول بصدق عقلية القائد اليمني. حتى اللحظة لا يوجد المعركة، لا أعرفها حتى اللحظة. يعني الدولية في الخارجية كيف تبرر الآن في وزارة في سفارات مثل ألمانيا وهولندا وغيرها وكذا، حتى اللحظة ما زال موجودين عفاشيين يعملوا فيها الآن في كل السفارات حتى العربية، ما زالوا يعملوا حتى اللحظة مؤتمرين عميقين التواصل مع علي عبد الله صالح، بل يقولوها بكلها في كل المؤتمرات الدولية، يحضروا الآن تحت غطاء وزارة الخارجية اليمنية. كيف يمكن لي؟ هل نحن في معركة حقيقية؟ هل هؤلاء يؤدوا عملهم؟ هل يستوعبوا؟ هل يستطيعوا أن يعرفوا من هو الآن من يعمل بالجهة الاستخبارية ومن يعمل كمحترف في العلاقات الدولية والخارجية؟ مشكلتنا عميقة جدا. أنا لا أريد أن أحبط أحد، لكن أنا حقيقة أنا أعتقد بأن هنالك لا مقدرة في متابعة هذا الأمر. والله يا جماعة لو استطاعوا أن في هنالك، أنا سأضعها فكرة للحكومة حتى يفعلوها، هنالك في متخصصين عبارة عن مؤسسات متخصصة في البحث عن الجرائم المالية، يمكن أن يطلبوا من أي شخص داخل أوروبا خصوصا بريطانيا، موجودين كثير جدا يعملوا مع الإعلام ويعملوا مع الكثير من المؤسسات، يمكن أن يتابعوا أموال صالح ويخرجوها. ديفيد هيرتس مرة كتب عن أموال حسني مبارك، وكان عميق جدا في أنه يصل إلى منبع أمواله. حتى اللحظة يعني في كثير من الأفكار وكثير من الأشياء، لكننا ننتظر إلى القائد المخلص. طيب، إن شاء الله. برأيك أستاذ نبيل، إذا ما حاولنا تحليل هذه المشكلة وبعجالة أيضا، هل المشكلة في أن يعني الإعلام الداعم للشرعية وداعم للدولة يلتهي كثيرا بالإشكالات السياسية ولا يركز في الأمور الاقتصادية والتفاصيل الدقيقة فيها، أم أن هناك نوع من التركيز على محاولة إيهام الناس بأن هناك وجود يعني خلافات كبيرة بين الانقلابيين، وأن هذه ستتصدع وستمثل شرخا كبيرا بينهم، وهي في الحقيقة قد تكون موجودة أكثر لدى صف الشرعية في نهاية المطاف؟ الخلافات موجودة حقيقية بين الحوثيين والمؤتمر، وأنا مطلقا لست مع صاحب دماء مثلها الذي قادمين من الأدغال مطلقا. نتمنى من المؤتمر أن يصفي حساباته جيدا، وأنا حقيقة أتمنى أن ينتصر المؤتمر بكل قطاعاته على هؤلاء المجرمين، هذا موقفي. لكن أنه لا أعتقد مطلقا أن يكون لديهم هذه الحبكة الكبيرة جدا في تغطية هذه، دعونا نقول عنها الفضائح. هذه فضائح موجودة الآن ونلاحظها جميعا، السرقات، الكذب، الخداع، اللف والدوران، الذهاب إلى الخارج، التفاوض مع الإيران، التفاوض مع الأمريكان، الذهاب حتى وهم يذهبون للمفاوضات كل يوم لديهم رأي، كل فصيل لديه، المؤتمر لديه رأي، وفصيل صالح لديه رأي، والعقلانيين في المؤتمر لديهم رأي، والحوثيين لديهم رأي أيضا. إذن أشكرك أستاذ نبيل البيضاني، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف أو عبر سكايب في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان، وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.